السلام عليكم. المعتبر الثالث من الفارما اللي هو دراكس دازت فارمز، اشكال الادويه اللي راح تعطيها البيشنت، على اي شكل راح تعطيها؟ كريمي، تابلت، فلويد، دروبس، انهاليشن، تمام؟ اذا كلها راح نحكي عليهم. دراكس دازت فارمز اوف دراج از برودكت ديزايند فور ادمنستريشنز تو ذا بيشنتس فور ذا دايجنوسيس اور تريتمنت اوف ديزيز. هو برودكت يعني منتج مصممينه حتى ينطوه للبيشنت على مود التشخيص الدايجنوسيس او على مود التريتمنت او على مود يعالجوه، تمام؟ اذا هذا الاشكال هو عباره عن شكل، يعني دوزج فورمز اوف دراجز هو شكل مصممينه او منتج مصممينه حتى ينطوه للبيشنت على مود الدايجنوسيس او على مود التريتمنت على مود العلاج. دوزج فورمز ار ا ميكستشر. دوزج فورمز هو عباره عن ميكستشر، يعني راح يكون يعني شايفين التابلتس تكون يعني مرات مثلا الدواء اللي انت مطلوب ان تعطيه للبيشنت هو مثلا 0.2 ملي جرام، تمام، او 0.2 جرام، تمام. فهي هذه يعني شلون تعطيها للبيشنت وهي نسبه كلش صغيره، يعني حتى ما تنشاف، جزء هيك تنشاف بس شيء كلش قليل. زين شلون يبلعها او تسويها؟ فتعطيها في مركبات ثانيه تخبطها وياها، يعني ما لها تاثير، بس تكون مجرد حتى تكبر الحجم مالتها، او يعني تخلطها بيها او تخليها فد بعلبه فد بكبسولة، تمام. هي هذا الاشكال، يعني انت راح تخلطها ما راح تخليها بس هي، تمام. لذلك قال لك انه هو يتكون لك من اكتف دراج كومبوننتس. الاكتف دراج كومبوننتس هو هذا الدراج اللي انا اعطيته اياه للبيشنت، هو ايش قد نسبته. واكو نان دراج كومبوننتس. نان دراج كومبوننتس اللي هي المكونات اللي انا راح اضيف اياها بس على مود اكبر حجم التابلت حتى يبلعها. وطبعا اكو ادويه هي مو مكستشر، هذا احكي عن المكستشر. قال لك انه دوزج فارمز ار مكستشر بعض الاحيان او اغلب الاحيان، بعضها تكون لا مو مكستشر، مثل البراسيتول. البراستمول هذا عبارة عن مجرد يعني active drug components، إذا شايفين يعني هم مبين، بينما اللي يكون mixture هذا يكون يعني مثل إيش والله، هاي الحباية الوردية مال أسبرين، شوفوا إنه هي طعمها حلو وشون تلمع، تلمع يعني مبينين إن هم خالطيها ويا شيء، تمام، ويا مادة هي non drug components. المهم انه هسه دوزج فورمز اوف دراكس هو شنو؟ عباره عن برودكت ديزايند فور ادمنستريشن تو ذا بيشنت فور ذا شنو؟ فور ذا دايجنوسيس اور تريتمنت اوف ديزيز. الدوزج فورمز ار ميكستشر، يكون تمام، يكون ميكستشر اوف، اولا هي اكتف دراج كومبوننتس والثانيه هي نان دراج كومبوننتس. فاكتورز ذات ديترمايند ذا فورمز اوف دراكس، الفاكتورز اللي راح تحدد لك اشكال دراكس. طبعا هذا الفاكتورز تشبه الفاكتورز مال الروت اوف ادمنستريشنز، هو تعطيها شبه باولي. اول نقطه عندنا ذا فيزيكال ستيت اوف فورميليشن. فيزيكال ستيت الحاله مالتها الفيزيائيه، مثلا لايك افكتد باي لايت اور هيت، اذا هي تتاثر لك باللايت الضوء او تتاثر بالحراره. انا ايش راح اسوي؟ راح احطها بكبسوله او اخلطها ويا شيء حتى ما اخلي تتاثر باللايت والهيت، تمام، هاي الفيزيكال ستيت. اما اذا هذه الادويه تتاثرك بالكيميكال ستيبيليتي اوف دراج، كيميكال ستيبيليتي اوف دراجز، اكزامبل عليه الانسولين كان نت بي جيفن اورالي بيكوز ذات از extensively metabolized in the GIT. هنا أنا أقول لك إنه chemical stability of drug، مثلا الإنسولين أنا ما أقدر أعطيها أورالي، ليش؟ لأنه من يبلعها إن GIT راح تسوي لها metabolism، يعني راح توديها قبل للليفر راح يصير لها first pass metabolism، تمام؟ بالتالي أنا ما أقدر أعطي الإنسولين بالGIT، راح أعطيها شو اسمه؟ transdermal I think، إيه transdermal، مدري subcutaneous لا أعتقد. المهم هسه هي عندنا الانسولين، يعني قلنا انه ما نقدر نعطيها اورالي لانه راح يصير بها ميتابوليزم بالجي اي تي، هذه هي تعتبر كيميكال ستابيليتي اوف دراجز. ثالث شغله هي التاست اند اوردر اوف دراج، اكو دراجات بها الرائحه ما مقبوله، بالتالي هنا البيشنت ما راح يقدر يبلعها، خليها يا اما بالوريد يا اما اخليها يا بكبسول. واكو بهن التاست ما تنطعم مثلا مو حلو، اغلفهن فد ماده حلوه وهيك يعني. زين سايت اوف ذا ديزيز، يعني موقع الديزيز، انت اكيد راح تعطي الدواء حسب موقع الديزيز. مثلا انا هذا اعطيها اورالي، اسويها على شكل تابلت حتى اعطيها اورالي اذا مثلا موقع الديزيز هو بالجي اي تي، اذا موقع الديزيز هو بالريسبيراتوري سيستم اكيد ان انا راح اعطيها انهاليشن، تمام، راح اسويها كشكل بخاخات وهاي يطلع على شكل دروبليتس. وحسب يعني اذا مثلا بالعين هو راح اعطيها اوفثالميك حسب يعني فد قطرات او دينا. النقطة الرابعة اللي هو different medical conditions can warrant different routes of administration، انه different medical conditions الحالات الطبية يعني مختلفة، احنا راح تعطيها وفقا لل
different routes. يعني مثلا انت الروتس ماتر تري تطيها اورالي اكيد راح اسويها يختلف عن اللي تطيها بالاي في او بالاي ام. زين for example persistent nausea and vomiting may make it difficult to use an oral dosage forms. مثلا patient عنده nausea غثيان وعنده vomiting. يا رياضي يا رياضي معود. زين هسه ده البيشنت عنده نوزيا وعنده فوميتنج، هنا انا ما راح اقدر اطيها اورالي، ايش راح اطيها؟ راح اطيها على شكل ثاني مثلا. يقول لك ميك ات ديفيكولت تو يوز ان اورال دوزج فورم، انت من تطيها راح هو يتقيأ ويذبه هو الدواء اللي اخذه، فما راح يستفاد من عنده. بالتالي انت راح تطيها ابروتش ثاني، يعني راح تطيها عن طريق الاي ام او عن طريق الاي في حسب. تمام، هذه هي اللي هي different medical conditions can warrant different routes of administration، يعني ممكن يعتمد عليها. زين عندنا البيشنت ديزاير حسب رغبة البيشنت، يعني انت همتها حتطيها، يعني مثلا اذا تابلت اورالي اذا هو يريد تابلت، اذا هو يقول لك انه انا اريد شراب تمام، اذا هو يقول لك انه اني اريد ماكو بيشنت يريد اي ام اكيد يعني ماكو. زين هسه نخل بعد شنو عندي؟ عندي الاورال دوزج، هسه نبدي بهم الأورال دوزج فورمز اللي هي أولاً سوليد أورال دوزج فورمز. الأورال دوزج فورمز الأشكال اللي راح تعطيها أورالي، بس عندنا سوليد وعندنا ليكويد تمام، يعني عندنا أشكال اللي هي تابلس طبعاً ثاني سوليد، وعندنا ال وينها هاي كبسول عادي هاي الرابعة لا إله إلا الليكويد أورال بريباريشنز اللي هنا ذن السيراب هذا الشراب السسبنشنز الإيمولشن. زين خلينا نبدأ بيها تابلت آخر. شوفوني هسه راح نبدأ بأول وحدة اللي هي السوليد أورال دوزج فورمز. أول وحدة من ذن السوليد هي التابلت. التابلت تعرفوها ذن الحبوب هاي بالصورة، يقول لك إنه أزهار تكون قوية وتكون كومبريشد ميديكيشن إن راوند إن راوند أو أوفال، يعني شكلها يا أما راوند شلون مدورة أو تكون أوفال بيضاوية، تكون كومبريشد يعني مضغوطة وتكون هارد قوية تمام، أور سكوير شيب، يعني هسه أشكالها ممكن تكون راوند أو أوفال أوفال أو تكون كوير يعني شلون حشفيه وتكون كومبريشن كومبريشن وتكون هارد. هذه هي التابلت. يقول لك انه انا عندي نوعين من التابلت اللي هن كوتد وان كوتد. الان كوتد سنجل لاير، هي عباره عن سنجل لاير يعني ما مغلي فيها، سنجل لاير اور مور ذان وان لاير، يعني هي يا اما سنجل لاير او اكثر من وان لاير تمام. اوف فورميليشنز ذات كونسيست اوف اكتيف انجريدينتس، اذا يحتو يتكون من اكتيف انجريدينتس اند اكسبانشنز كومبريشد توجذر ويزاوت اني اديشنال كوت اور كفر، يعني هو شنو يتكون لك؟ يتكون لك بس من اكتيف انجريدينتس، يعني شنو؟ يعني بس الدواء اللي تكون اكتيف، ما عنده النون اكتيف شو يسمونه، احنا مو قلنا هناك انه الميكس يضيفوا له نون اكتيف دراج يعني ما يشتغل او نون دراج ماده تكون نون دراج، يعني هنا انا اذا قلت لك انه هو عنده بس الاكتيف انجريدينتس، يعني هي هاي بس ماده اللي دراج ها هي، لانه هو ما مغلف ما يغلفوا له، يعطوني بس الماده مثل ايش مثل البراسيتول. اند اكسبانشنز كومبريشن together without any additional coat or cover، يعني هنا راح ينضغط ويا بعض البعض بس من غير ما يطوا كوت، يعني من غير ما شو اسمه يغلفوه تمام. اما الكوتد هذا مغلفي يغلفونه. tablets that have additional coating layer added، يعني هنا يحتوي لك على coating layer فوقه، يعني هنا شلون كوتد هو من اسمه كوتد يعني مغلفينه تمام. examples of coatings examples of coatings include gums سكر بلاستيسرز وواكسز، يعني هنا الامثله على ذن الكوتد اللي التغليف مالتهن، التغليف مالتهن يعني اما يكون قامس مثل العلج او سكرز او بلاستيسرز او ممكن يكون واكسز يعني شو اسمه يعني الشمع مشمع. زين هسه اقول لك شنو هي الكوتنج ماي بي ابلايد تو، ليش انا اسوي كوتد؟ الكوتد مثل انا عندي هاد ذا تاست او ذا تابلت كومبوننت، اذا عندي مثلا التاست مالتهن يعني مثلا مر او طعمهن مو طيب، هنا انا شو اسوي لهن؟ اسوهن كوتنج تمام. ثاني شغله اللي هي ميك ذا تابلتس سموثر اند ايزر تو سوالوينج، اكو بعض الادويه تكون خشنه ما يقدر يبلعها او تكون شنو يعني هي خشنة، فبالتالي راح يسهل انه يبلعها
easier to swallow. Make the tablets smoother and easier to swallow. حتى يسهل البلع مالتها. Make it more resistant to the environment. يسويها أكثر مقاومة للإنفايرمنت. يعني أكو بعضها ممكن أن تقاوم لك الهيت واللايت وهذه. يسوي كوتينج حتى تقاوم للإنفايرمنت. Extending its shelf life. يعني مثلا من تغلفها راح تعطيها shelf life أعلى. تمام يعني راح تخليها تكون الدوريشن مالتها أو هاي تكون أعلى أكثر. تمام إذا غلفتها. فهنا أربع نقاط اللي هي هاي the task of the tablets components. أول شيء على التاست، ثاني شغلة يحكي لك عن smoother يسويها smoother، الثالث شغلة يسويها resistant to the environment، والرابع هي extending its shelf life. هذا بالنسبة شنو التابلتس. إذا هسه عندنا البكال and sublingual تابلت. البكال والسبلينجوال تمام شنو هي البكال؟ اوكي تحت اللسان. لا السبلينجوال هي تحت اللسان. البكال هذا اللي يصير بالحل يعني على الجهه باوي. هذه البكال من هاي الجهه، هذه هي بكال وهذه هي سبلينجوال. زين انترودكشن. The oral mucus lined including oral mucus lined including يعني مالك الانر تشيك والسبلينجوال والجانجيفال. جانجيفال ماللثة وجانجيفال والبلاتيالت. بلاتيال زين. هسه شنو عندي يقول لك انه سبلينجوال ديليفري فلور اوف ذا ماوث. سبلينجوال ديليفري وين؟ فلور اوف ذا ماوث، القاعده مال الماوث. اما البكال ديليفري هي لينينج اوف ذا تشيك، يعني هي بتطلع لك التشيك شكل هاد. بعد عندي اللوكال ديليفري. اللوكال هذه كافيتي برانسيبالي السرز وفانجال كونديشنز اند بريدونيتال ديزيز. مثلا هنا local delivery مثلا عندك فد ulcers مكان محدد بالماوث، يعني تدخلي عليها مثلا مباشرة local delivery، يعني مش تدخلي الحباية فوقها هيجي بالكافيتي، يعني كافيتي برانسيبالي ulcers خصوصا الالسرز، او ممكن يكون fungal conditions مثلا فطريات وهذه فتخلي عليها local delivery. and periodontal disease ذني مال الاسنان. تمام هذا هنا كم نقطة لي هنا سبلين جوال ديليفري بكال ديليفري لوكال ديليفري. بس شو عندنا؟ عندنا الكبسول. الكبسولات هذه شايفين من جواها تكون بودرة، هذه الصورة مالتها. زين يقول لك الكبسول is medication in gelatin container، يعني يكون حاطينهن بجيلاتين كونتينر. لأن هذا مالتهن شو يسمونه الغلاف أو الكبسول، هذا يصيح ولا جيلاتين، يعني متكون من جيلاتين كونتينر. زين اول نقطه هنا عندنا اثنين نوعين من الكبسول، يا اما هارد شيلد كبسول او سوفت شيلد كبسولز. الهارد شيلد كبسولز which are normally used for dry powdered ingredients with granules. عاده اشتغل زين. الهارد شيلد كبسول قلنا انه يستخدمونه نورمالي المن للدراي باودرد انتجرينز. الدراي يكون جاف باودرز، يعني هيك شبه البودره الجافه. شايفين مرات من تفتحوها تلقون شلون بودره جافه، شلون طحين هيك، او شنو او جرانيولز ممكن تلقون جواها حبيبات. تمام هذه هي الهارد من اسمها هارد شيلد كبسولز قويه. اما السوفت تكون ناعمه شيلد كبسولز برايمري يوزد فور اويلز، عاده انه يستخدموها للاويلز الدهون. اند فور اكتيف انجريدينتس ذات ار ديسولفد اور سسبندد ان اويل. يعني ذن الاكتيف انجريدينتس قلنا ذن المواد اللي تكون اكتيف دراج، يعني مواد اكتيف تكون اويلز. تمام اذا هذا اللي راح يسوي لنا اكتيف انجريدينتس ذات ار، اذا راح يذوب لك او ديسولفد او شنو او سسبندد ان اويل، يعني اما يذوبن او يصير شلون المعلقات شلون يعني ترجمتها المعلقات، بس يعني يا اما تذوب بها يا اما هيك بس مجرد تغلفها هيك. يعني باعوا لي هاي الصوره نفس يمكن هي حبوب مال اوميجا 3. اذا شايفيها هنا شلون مالتهن شلون يصير الغلاف مالتهن يكون سوفت، باعوا بينما شوف الفرق بين هذا الغلاف وهذا الغلاف. هذا ده يحيط لك هنا اويل دهون، فيكون يا اما ديسولفد بي او يكون سسبندد بي. هنا لا، هنا يكون جوا يا اما دراي باودر او شنو او جرانيولز. زين هذا بالنسبة للكبسول. أما بالنسبة للوزنس، اللوزنس ثن الحب قرط معروف هاي صورتها. It is a solid preparation. هو عبارة عن solid preparation. تمام solid يكون. Consisting of سكر، يحتوي على سكر and gums اللي هي العلج. Used to medicate the mouth and throat for the slow administrations of
indigestions or cough medias. سلام ريم شنو هاي ريمات صراحة ما أشوفها زين. بعاني اللوزنس هي إتل سوليد بريبريشنز، هي تحتوي لك على سوليد بريبريشنز يعني تكون صلبة تمام. تحتوي لك على شنو؟ تحتوي على سكر وغاز. الما يستخدموها to medicate the mouth and throat عن يعني حتى يعالجوا لك الماوث اللي يعني الأمراض اللي صارت لك بالماوث أو الأمراض اللي صارت لك بالثروت، لذلك يظلون يقرطون بيها. For the slow administration على شنو؟ على عمود administration يكون بطيء مالتها. Of indigestions or cough remedied إذن على مود إيش؟ على مود ال indigestion أو على مود الكف، يعني عنده مثلا هو المريض عنده كف فياخذ هو هذا الحب قرط زين. ساعدنا الخامسة اللي هي إفيرسنت تابلت، هذا الفوار شوفوا هذا الإفيرسنت. الإفيرسنت تابلت are uncoated tablets that contain acid substances. إذا هو عبارة عن uncoated tablets 100% uncoated، يعني هو شايف الفوار تمام يكون uncoated tablets that contain، يعني هو إذا coated زين شلون راح أقدر أنا أحطه بالماء ويذوب؟ ما راح يذوب تمام، بالتالي هو لازم uncoated. That contain acid substances شو يحتوي؟ يحتوي لك على acid substances مثل إيش؟ مثل citric acid، ويحتوي لك همات يعني بيكربونات. إذا يحتوي على acid substances وبيكربونات سوا. Dissolve it in water before use for the rapid dissolution، إذا الذوب بالماء قبل ما يستخدموها للرابد dissolution، يعني قبل ما مثلا ياخذوها يعني يشربوها وهذه شو يسووها؟ ذوبوها بالماء. شوفوا هذا إيسكارزات، هي هاي نفس فيتامين سي باعه، هذا من شايفين نخليه بالماء، وهذا هو هذا الفوار يكون uncoated ويكون يحتوي على contain acid substances وياها بيكربونات، وراح تذوب لك بالواتر before use for rapid dissolution زين. هذه بالنسبة للسوليد solid oral preparations. هسه نجي للليكويد oral preparation. الليكويد اللي هو السيرب، السيرب يقول لك انه solute is dissolved in another substances، انه هذا عبارة عن سوليوت يعني مذاب راح يذوب لك بانذر سبستانسز. شنو هاي السبستانسز؟ يصحولها سولفنت او فيكل تمام، او فيكل او سولفنت تمام. هذا المادة اللي يذوبون السوليوت بيها which is concentrated aqueous solutions، يحتوي لك على شنو او متركز بشنو؟ aqueous solutions of sugars بسكرز أو usually سكروز، يعني سكرز أو سكروز. it's homogeneous mixture تمام. هو شنو هو؟ هو mixture يكون homogeneous، يعني مو شرط تخضى يلا تشربه تمام. هذا يكون homogeneous يعني متجانس، هاي مهمة مال homogeneous. إذا syrup هو homogeneous. الإلكسير، أما الإلكسير إحنا أخذنا شنو؟ الفيكال، الفيكال قلنا عليه which is concentrated aqueous solutions of sugar or sucrose. أما الإلكسير the vehicle may contain high proportion of ethanol together with antimicrobial preservatives which confers the stability of the preparation. هذا الإلكسير هو شنو عبارة؟ عبارة عن نفسه هو هذا الفيكال may contain high proportion of ethanol، بس هذا يحتوي لك على عدد كلش كبير من الإيثانول، بالتالي أكو ناس ما تقدر تأخذه هو هذا الإلكسير لأن الإيثانول يعني مواد تكون حرام. فنعرف إنه أكو ناس تقول لك يعني شلون شو اسمه مشروبات يعني مشروب يعني زين هسه فهمتوا قصدي. فالمهم إنه الإيثانول بالتالي بمادة كلش عالية، وهذا الإيثانول راح تلقاه بالإلكسير تمام. together with the antimicrobial راح يلقاها ويا من هم راح يلقى antimicrobial preservatives which confers the stability of the preparation، إذا راح يوفر لك stability لهذا ال preparation تحضير مالته. إذا شنو بي الإلكسير؟ بإيثانول together with the antimicrobial solvent vehicle which is a concentrated aqueous solutions of sugars or sucrose، هذا عادي homogeneous mixture. هذا هو السيرب، يعني يقول لك انه الإلكسير مالته شنو هو يحتوي لك وهاي زين. بعد عندي suspension. suspensions is a heterogeneous mixture. suspension هو عبارة عن heterogeneous mixture. السيرب شنو كان؟ homogeneous homo تمام، لأن heterogeneous mixture يعني ما متجانس، خليتها تكون ما متجانس. suspensions containing solid particles يحتوي لك على solid particles that are significantly large for cementation like amoxicillin suspension.
هنا هو من اسمه هيتروجينس ميكشر، يعني شنو يعني يشبك على سوليد بارتيكلز تكون كبيرة، بالتالي هذه ما راح تقدر تذوب لك بشكل كامل إذا حليتها يعني فورتها أو ذبتها سويت لها ذوبان بالمي وهذه تمام، يعني ما راح من تخليها بالمي هنا ما راح تذوب بشكل كامل لأن هي حبيبات تكون كبيرة. سوليد بارتيكلز ذات ار سيفيكنتلي لارج فور سيدمنتيشن، مثل ليش مثل الأموكسيلين سسبنشن. أما الإيمولشن تو أنميكسبل سوليوشنز لايك أويل إن واتر، هنا أنميكسبل سوليوشنز يعني خلي لك اثنين محاليل اثنين ويكونون يعني ما يذوبون بعضهن، أنميكسبل يعني ما متجانسات ويا بعضهن البعض، مثل ليش مثل الأويل بالواتر الدهون بالواتر. هسه شنو هذه؟ هذا هو الإيمولشن الأخضر وهذا هي الأبيض هو الأموكسيلين اللي هو سسبنشن يعتبر تمام. شوفوا مع كاتبين يعني هذا ايموشن هذا سسبنشن تمام. زين هسه شنو عدي عدي البارا انترال، احنا اخذنا الاورال تمام حكينا عليهن اللي هنا يعتبر انترال، هسه نجي للبارا انترال دوزج فورمز اللي هي انجكشنز. بارا انترال دوزج فورمز اللي هنا الانجكشن راح نحكي عليهن. زين لان شنو يكون استرال سوليوشنز يكون معقمات وسسبنشن اور ايموشن، يعني اما سسبنشن يا اما ايموشنز ان سوتشبل اكيوس اور نون اكيوس ريكال، يعني اما يكون هذا الريكال هذا الناقل مالتهن ولا الشيء اللي ذوبان بي تمام، يعني يا اما يكون اكيوس او نون اكيوس، يعني يا اما يكون مائي او مو مائي. الفايل اول نقطه عندنا الفايل وذ رابر كفر فور مالتيبل يوز، هذا عباره عن الفايل هذا شكلها، اكو ناس يقولون انه هذا الشكل اذا لقيت بيه مثلا يعني مثل الماده السائله راح تسميها يعني تسميها شو اسمه أمبولة، وإذا مو سائلة يعني شلون هيك البودرة راح تسميها فايل، بس هي هذا الشيء ما له علاقة، يعني هي هاي بس هذا الشكل انتبه لهذا الشكل، بس تشوف هذا الشكل راح تسميه فايل بغض النظر إذا هو شكله أو شنو المادة اللي بداخله، المهم شكله تمام. المهم يحتوي لك على رابر كفر، بالتالي إنه أنت تقدر هذه الرابر كفر يعني تشيلها تطلع من عندها المادة اللي أنت تريدها قد تريد قد الحجم مالتها نصها ربعه وترجع تسدها وترجع عملية تستخدمها غير مرة، يعني يكون مالتيبل يوز استخداماته متعددة. هذه هي الأشرة تكون عليها بالسهم هي هذه الرابر كفر تمام. هذا بالنسبة للفايل، هذا هو فايل. أما بالنسبة للأمبيول، الأمبيول glass of one end or two ends، لكن glass of one end or two ends يعني كل زجاجة من ناحية واحدة أو من ناحيتين، لأن الصور مالتين الأمبولات for single use هذا اللي يستخدمون مرة واحدة الأمبولات تمام. إحنا نعرفهن إنه ذني من تكسر، إحنا شايفين من تريد تضرب إبرة البيشنت تكسرها وتسحب من عندها يعني وهي اصلا اذا كسرتها بعد شلون تستخدم مره ثانيه خلاص تذبها، فهي هاي نفسها لانه تقول لك على glass end من or two ends one end or two ends. شنو هي استخدامها؟ تكون single use تمام، single use ذيك multiple use مثل ايش؟ مثل الفورسمايد امبيول. زين هسه عندنا الانفيوجن سوليوشن، سوليوشن هذا يكون انفيوجن عادي يعني شلون شو اسمه المغذي هيك يقول لك انترافينوس فلويد، هذا عباره عن انترافينوس فلويد اللي هو اي في فلويد تمام. ار ليكويد جيفن تو ريبليس ووتر، هذا ليكويد هو عباره عن سائل يستخدموه حتى يبدلون الووتر اللي بالجسم سكرز، يعني مثلا مريض عنده دياريا صار له فتره انا راح اعطيه اياه حتى يبدل الووتر او يعطيه فد ووتر الجسمه يعطي سكر يعطي سولتس. مريض السكر مثلا قالوا انه رأسا اذا مثلا كلش زايد عنده راح يطوس سكر، هو هذا السوليوشن يطوس سولتس هماتين او ممكن يكون بي سولتس ذات يو مايت نيد يو ار ال اور هافينج ان اوبريشن، هم يستخدمون الناس اللي عندهم مثلا مرضى او اللي عندهم عمليات وهذه ما يقدرون ياكلون بالتالي يطوه يا انت كانت ايت اور درينك از يو وود نورمالي، يعني اللي ما يقدرون ياكلون او يشربون شيء بالتالي هم هذا راح يطوهم اياه. اي فلويدز ار جيفن ستريت انتو فين ثرو دريب، عادي يعني يقول لك انه يطوه عن طريق الفين وهذا شيء نعرفه بس كشكل قطرات يعني قابل اكيد، يعني هاي بطل كامل تجيبه يفرغها بالفين وين صايره راح يسوي شلون قطرات هيك شايفين انتم من المغذي من يعني تسويه هيك يطي قطرات قليله هيك هو هذا. زين توبيكال دوزج فورمز، توبيكال دوزج فورمز اللي هو يكون اينتمنت توبيكال يعني شنو يعني توبيكال وضعيه تمام. الاينتمنت اول وحده هذه هي شكلها شوفه
الاونت ميت يقول لك انه ماسك كمان اللي جريسي، تكون جريسي يعني شلون الدهنيه ملمسها، ثيك اويل يكون اويل الدهون تكون كلش عاليه بيه، يعني الاويل راح يكون بيه بنسبه 80%، بينما الوتر راح يكون بنسبه 20%، بالتالي ما راح تقدر تغسله. تمام، هذا الاونت ميت. من اسمه اونت ميت يشبه لك الاويل، تمام، فبالتالي يحتوي على نسبه اويل 80% والوتر 20%، ويكون ملمسه جريسي. تمام، زين، وذ هاي فيسكوسيتي، الفيسكوسيتي مالته تكون كلش عاليه، ذات از انتندد فور اكسترنال ابليكيشن تو ذا سكن اند ذا ميوكاس ميمبرانز اوف ذا اي، اللي هي اي اونت ميت، يعني هنا راح يستخدموها اكسترنال ابليكيشن، يعني لل يعني خارج، يعني دواء خارجي وتطبيق خارجي يستخدموه، المن يستخدموها للسكن او للميوكاس ميمبران مال الاي، السكن او ميوكاس ميمبران مال الاي اللي هو اي اوينتمنت، يستخدموها مثلا للفاجينا، يستخدموه للانس، يستخدموه للنوز، لان هنا استخدامات الاوينتمنت. تمام، كانت بي واشد باي وتر، ما راح تقدر تغسل بالوتر، ليش؟ لان هو يحتوي على نسبه عاليه من الدهون اللي هي راح تكون 80%، بينما الوتر 20%، وهذه هي اشكال الاوينتمنت. زين، بس شنو عندنا الكريمز؟ الكريمز هذا نسبة متساوية من الدهون والوتر، نفس الشيء تكون equal. نقول لك is an emulsion of oil and water in approximately equal proportions. تمام، إذن oil and waters in approximately equal proportions for external application to the skin، يعني تطبيق خارجي بالسكن and the mucous membrane، إذن for external application to the skin يطبقوها عليا من على السكن وعلى mucous membrane. It is penetrate the outer layer of the skin، يعني يخترق لك الطبقة الخارجية مال السكن. تمام، creams is thicker than lotion، تكون أكيد ثكر أسمك من اللوشن، لأن اللوشن هسه راح ناخذ نسبته كلش عالية من المياه، يعني راح يتوالى على 80% من الوتر و 20% من الأويل، يعني عكس شو اسمه، عكس هذاك الأول اللي هو ointment. تمام، يعني creams راح يكون ما بيناتهم، بالتالي هو راح يكون thicker than lotion. تمام، اذا وبينتريت اوتر لاير اوف سكن كريم از ثيكر ذان لوشن، ات هاز هاي ريت اوف اكسبتنس باي بيشنتس كان بي واشد باي ووتر، بالتالي انت تقدر تغسله بالوتر. تمام، يعني تقدر تغسله بالمي، اذا لان هو يحتوي لك على نسبه المي والدهون نفس الكميه. بالنسبه للوشن، اللوشن هذا يكون خفيف، يعني هيك كلش are similar to solutions but are thicker and tend to be more emulsion. هنا يكون similar to solutions، راح يكون يعني يشبه المحاليل المذابة، يعني هيك مو لا مو سميكي تو لا هاي، يعني يشبه لك solutions but are thicker، بس يكون شوية أسمك من عدسان، and tend to be more emollient. يعني شار ويميل انه يكون اكثر ايمولينت من السوليوشن بالطبيعه مالته، يعني اكثر ايمولينت، يعني شلون يتميع ايمولينت، يعني يتميع بطبيعته ذان سوليوشن. تمام، they are usually oil mixed with water، عاده يكون شنو mixed oil mixed، يعني يكون مخلوط لك الاويل ويا الوتر، اللي هي راح تكون نسبه الاويل عندك 20% والوتر هي 80%، يعني عكس حاله شو اسمه الاوينتمنت. هذا اللوشن والكريم هو ما بينهما. الجل، هذا الجل هو هذا الفولتارين. زين، الجل يقول is thicker than solutions it is semi solid، هذا يكون اسمك من solutions. تمام، وشنو يكون؟ يكون semi solid شبه صلب، emulsion in an alcohol base، يحتوي لك على الكحول بيس، and it melts at body، يعني راح يذوب لك بالجسم. تمام، اثبليت بيرشر بحراره الجسم، راح يذوب بحراره الجسم، مثلا انتم شايفين مرات هو هذا الفالتارين، وهذا نفسه اللي يخلوا له الظهر مظله بحاله من مثلا واحد يوجع ظهره تفركه على ظهره، وهذه فتشوفه انه هو راح يذوب بدرجه حراره الجسم، وطبعا هو راح يميل تنس تو بي دراي، راح يميل انه يجف. تمام، ليش يجف؟ لان هو يحتلك على الكحول بيس. تمام، اذا بالتالي هو شنو، هو يكون اكثر ثيكر ذان سوليوشنز وسيمي سوليد ايموشن، هذا نعرفه كحول بيس، يحتاج على الكحول بيس، اند ات سميلز ات بودي تمبرتشر اند تينز تو بي دراينج، راح يجي هذا هو البولتاني. عندي الترانس ديرمال باتش، الترانس ديرمال باتش هذه باتش خلوها على الديرمال على الجلد، باولي ترانس ديرمال باتش فيري برايسز تايم ريليزد، فيري برايسز تايم ريليزد ميثودز اوف ديليفرينج دراجز، هنا طريقه انه يوصلون الدراج عن طريق
يخلون لزقة عجلت. The release of the active components from transdermal batch may be controlled by diffusion through membrane. هنا عشان هاي راح release مال الactive components مال drug. تمام؟ شلون راح تنطلق عن طريق هذا الترانسديرمال باتش وهذه الأدوية اللي بالترانسديرمال باتش راح تنتقل أو راح تنتشر خلال الميبران مال الجلد. لايك نيكوتينيك باتش، مثل إيش؟ مثل النيكوتينيك باتش والهرمونز والبين ريليف. هذا طبعا عن طريق هي نيكوتينيك باتش نعرفها، والهرمونات هم يستخدمون لها، أو بين ريليف يعني لإزالة الألم هم يستخدموها لها. زين الديركتال دوسج فورمز. الريكتال هذا مثل إيش؟ مثل السب سيبوستيتورز سيبوستوريز اللي هي عبارة عن تحاميل. شوفوا هاي سؤالها، يقول لك إنه are solid dosage forms that melt، هنا يعني راح تذوب، or dissolved in body cavity، هنا راح تذوب يعني تموع أو تذوب بالداخل الجسم، داخل الجسم تخليها راح تذوب. such as hormones والantibiotics، مثل الهرمونات والantibiotics بقى يعني. هذا سيبوستيتوريتس اللي عبارة عن تحاميل، تمام؟ هذا تخليها عن طريق الأنس أو الفاجينة. الهرمونز عن طريق الفاجينة نعرفها، والأنتي بايوتكس تكون عن طريق الأنس، تمام؟ والأنتي بايوتكس اللي هنا دني مال شو اسمه يطوها أكثر شيء للأطفال كخفض حرارة، تمام؟ وأقول لك إنه هذا عبارة سوبيستوتر سيبوستيتوريز تكون عبارة عن solid dosage forms تكون صلبة وملت or dissolved in body cavity عادي، يعني هذه هي صورها. زين هسه عندنا respiratory dosage forms. respiratory dosage forms اللي هنا inhaler. inhaler are solutions، يقول لك انه هي عبارة عن solutions او عبارة عن suspension او emulsion of drugs held under pressure in an aerosol dispenser. يعني هنا solution و suspension او emulsion راح يكون تحت الضغط بمنطقة اسمها aerosol dispenser. هذه المنطقة يعني صار هيك بنفس هذا الجهاز مال الانهالر، تمام؟ هذا الجهاز مال الربو او هذه مال التنفس اللي يضخون بيه اكثر شيء، هذا الربو. فهي راح تلقاها بمنطقة اسمها aerosol dispenser. هذين solutions او suspension او emulsion راح تلقاها بمنطقة اسمها aerosol dispenser بهذا الجهاز. Yeah. يقول لك إنه release of those the drug in the form of droplets from the container through the spring loaded valve. من هنا راح تنطلق هذا الدوز مال الدراج على شكل droplets، على شكل قطرات من الكونتينر مالتهن. عن طريق شنو هاي القطرات راح تنطلق لك من الكونتينر؟ عن طريق السبرينج loaded valve. spring loaded valve هنا هذا موجود بالصورة، هذا هو السبرينج loaded valve. شوفوا بالصورة شلون صار السبرينج، يعني هو هذا اللي راح يطلع من القطرات. The patient then inhaled the released drug through mouth base. بعدين إنه راح يستنشقها عن طريق الماوث بيس. هذا ال patients it is commonly used to treat asthma and other respiratory problems. عن طريق هو يعني ليش يستخدمه هو هذا الانهالرز؟ عن طريق حتى يعالجوا لك الأستما وحتى يعالجوا لك other respiratory problems. عندنا الايروسول سبرايز. الايروسول سبرايز هذا نفس الطريقه مال الانهالر بس هذا للنوس، يعني مو للماوث. از ليكويد اندر بريشر، هذا يكون سائل وتحت البريشر اندر بريشر. يوزد وذ كان اور بوتل، يعني كشكل شلون هذا يعني كشكل هيك، يعني مثل البطل او علبه هيك، يعني مو مثل ذاك مثلا بخاخ، بس هذا هم يعني شكل مو مثل شكل هذا، بس هو مثلا طبعا يعطيك شلون هيك دروبليتس نفس ذاك. المهم انه هذا يستخدمونه للنوس وهذاك يستخدمونه للماوث، تمام؟ هذا هو الفرق بيناتهم، وهذا يكون ليكويد اندر بريشر. وبعد شو عندنا؟ هذا الايروزال سبرايز، ها طبعا هذا يستخدمون للاحتقان ويكون موضعي، يعني ذاك الانهالر يكون سيستم على مستوى الريسبيراتوري سيستم، يعني كله راح يستنشق هذه. هنا بس للاحتقان، يعني بس بالانف، ها هي ما راح يعني يصير سيستم يكون هذا. يعني اذا مثلا واحد عنده احتقان ما عنده مشاكل بالريسبيراتوري، فبالتالي راح ياخذ عن طريق هذه الايروسول سبرايز. عندنا النيبولايزر. النيبولايزر هو هذا جهاز، طبعا هذا تلقاه بالمستشفى،
يعني مو هيك البيشنت ياخذها بالبيت وهاي يعني بكل مكان ياخذها هاي، هو جهاز يعني بالمستشفى يكون النيبيوليزر يقول لك انه هو يوز اكسجين، يستخدمون يا اكسجين وكومبريشد اير اور التراسونيك باور تو بريك اب ميديكال سوليوشنز. اذا راح يلقى بيه ميديكال سوليوشنز وياها التراسونيك باور بها قوه او كومبريشد اير، كومبريشد اير لهذا السوليوشنز وياها اكسجين. Suspension into small aerosol droplets. إذا راح تصير suspension شلون هيك معلقات أو راح تطلق عن طريق small aerosol droplets قطرات هم تي droplets تكون صغيرة. That can be directly inhaled from the mouth base of the device. يعني هم تين عادي يقدر إنه مباشرة يستنشقها البيشنت عن طريق الماوث. تمام؟ مهم انه تعرف ان هو شنو يوز اكسجين كومبريشد اير اور التراسونيك باور تو بريك اب ميديكال سوليوشنز. سسبنشن انتو شنو انتو سمال ايروسال دروبليتس ذات كان بي دايركتلي انهالد فروم ذا ماوث. تمام اوف ذا ديفايس. وهذا هو شكل مالتها. زين الاوبثالميك دوزج فورمز اللي هي الاخيره، الاوبثالميك دوزج فورمز عندنا الاوبثالميك دروبس او اوبثالميك المنا اوينتمنت. يعني اوينتمنت شلون هيك كريم يكون سيمي سوليد وغريسي وهذه دهني يعني. اما دروبس هي قطرات يخلوها العين باعوني. هذه القطرات الاوبثالميك دروبس يقول لك انه سيريال وذ سبيشال فيسكوسيتي، الفيسكوسيتي مالتها تكون يعني مخصصه وتكون يعني ضروره تقول انه هي بي اتش بفر، لان الاسيد راح تحرق العين. البي اتش ذا اسيديتي راح تحرق لك العين، فهو يقول لك انه البي اتش يكون بافر. تمام الاي دروبس ار يوزد تو تريت كونديشنز، انه الاي دروبس يستخدموها حتى شنو حتى تعالج لك حالات العين مثل ايش، مثل الاي انفكشن او الاي الرجيك اذا عندك انفكشن بالاي او اذا عندك حساسيه او كورنيال السرز اذا السرز كورنيال. تمام لان كلنا نستخدم الاوبثالميك دروبس اللي هي انفكشن اي الرجيك وكورنيال السرز. وشن هي خصائصها؟ تكون سيريال سيريال وذ سبيشال فيسكوسيتي وبي اتش بافر. وال ها هي عندنا نقطتين يعني بس سيريال وذ سبيشال فيسكوسيتي وبي اتش بافر واستخدامتها الاي انفكشن الرجيك وكورنيال السرز. وها هي اما عندنا الاوبثالميك اوينتمنت. الأوبثالميك أوينتمنت أن أوبثالميك أوينتمنت إز سيمي سوليد، تكون سيمي سوليد شبه صلبة وتكون جريسي جريسي يعني شلون من مسها دهني أور كريمي أو تكون كريمي. توبيكال تريتمنت فور سيرتين إي كونديشنز، هنا راح توبيكال يعني راح شلون علاج موضعي بعض الحالات مع العين مثل ايش. they are often recommended for e infection مثل e infection dry eyes and blepharitis اللي هي عبارة عن eyelid inflammation يعني inflammation صارت لي بالeyelid. او ممكن تكون among many other issues of the يعني اي مشاكل العين مثل ايش استقينا ال e infection و dry eyes و blepharitis اللي هي eyelid inflammation وبعد other issues of the e. وتكون شنو هي تكون اوبثالميك اوينتمنت از سيمي سوليد وجريسي، سيمي سوليد جريسي وكريمي توبيكال تريتمنت. وها هي ثانك يو.